هلبان عبد الكريم معلن احمد محمد هلبان هلبان احمد محمد الدين شيخ عبد الله عثمان وعدي هلبان امل احمد عبد الله هلبان عبد القادر عبد الله محمد هلبان فرعيه شيخ عبد الله وكوكوبيه هاي فرعيه عبد الله قبلت كل يا حاضر كو اها هولك دورشده اي ما انت كدعدي mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa ugu horeyn waxa ay codkooda ku kala saareen qofka noqonaya gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxana xilkaasi u sharaxnaa Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo Cabdin Nasir Aadan Cismaan gudoomiyaha kumelgaarka ah ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo ay isku hayeen laba musharax عبد الناصر آدم عثمان وهو هلا يصدني يا أفر عط الدكتور محمد نور قال نوعه هلا يكنتني يا أفر عط هل النواح مات سيدا استرادت قدومية دولة قبلات كقل مدوك أو شرعها وبرلمان كوا محمد نور قال أنت سكذب أجاح لبنذ وحى أي جذا قلن doorashada gudoomiyaha ku xigeenka labaad iyo gudoomiyaha ku xigeenka koowaad waxana u tartamayay musharaxiin ay ka mid yihiin dumar waxana natiijada gudoomiyaha ku xigeenka koowaad iyo midka labaad ba ku dhawaaqay markale gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Saadiq Sheikh Yusuf Ibrahim wuxuu helay 29 cod عبد الله حرسي محمد هلبان عبد الله حرسي محمد وهو هلي كونتوني يلا بعض كونتوني سجال عض عفوا ها وصابي هل حبنا وحماتي ان سيدا سو كوديا برلمان كي سيداتني يا سجال كا هاي عدد كودي وهو ضع عضيين الكا حباك حماتي بركة قدومي يكو حقين كي وحا كو قوليستي والرسمي كو قوليستي كوبان عبد الله حرسي محمد نتيجة دي لبدا مشرحه كلا محمد الشيخ أحمد مالن إيوه فاضمة عبد علي سانين أوكلا أي نقطين نتيجة دي محمد الشيخ أحمد وهو هلاي مالن وهو هلاي أفرطني كو مشرح فاضمة عبدي علي وهي هالشيء أفرطني يتضوعد قدومي يكون حقينك وهي نكوكو ليس تقدومي يكون حقينك بارلمانك قل مدوك أهل لبعض سيدة سنردد وقدومي يكون حقينك اللبعض فاضو مع عبد علي حسن شيخ بوكر شبه التي في لسوم الرب.